يعني نور، فقرتنا لليوم نفسية بحتة، وخاصة نحن مرينا بحرب قوية كانت وما زلنا بنمر بحروب. بالحروب عادة ما يجبر أو يجبرون الأطفال أنه يعيشوا تجارب قد تعد الأسوأ في كل المعايير. وتشير الإحصائيات أنه ملايين الأطفال تعرضوا خلال فترة الحرب لمواقف، لردود فعل أيضا، لصدمات نفسية كبيرة أكيد سببت عند البعض كوابيس، وعند البالغين أيضا صار في خيالات أيضا سلبية. فشو الآثار النفسية والاجتماعية للحروب على الأطفال بالذات؟ مثل ما بنعرف نحن الأطفال هن العنصر المهم بالمجتمع، كيف منعالجها؟ أكيد كل هالمعلومات رح تجاوبني عليها الأخصائية النفسية والاجتماعية شفاء صوان. يسعد صباحك شفاء. يا وأهلا، صباح الخير، صباح الإيجابية، صباح التفاؤل، معك دائما في إيجابية. يسعد صباحكم جميعا. الحرب قاسية على الكبير، فكيف على الصغير؟ تماماً. يعني بنعرف قديش يمكن نحن بنلاقي مبررات لكثير من الظروف، يعني بنقنع حالنا طول النهار انه في ظرف حطنا بهذا الشيء، بس الطفل ما عنده هي الخلفيه او ما عنده هي المعلومات ليعرف اهميه او وجود كثير تفاصيل بحياتنا. خلينا نحكي عن الاثار النفسيه للاطفال بالبدايه، نعرف هي الاثار النفسيه، اساسا هي بتكون يمكن درجات، بس كل اطفالنا اليوم تعرضوا خلال حرب قاسيه، كان في موجه من الارهاب كثير كبيره على بلدنا، ما في يمكن طفل ممر يمكن بظرف استثنائي خلال هي الحرب. اكيد. هلا الجروح النفسيه هي مثل الندوب والجروح اللي بتكون بالجسد، لكن هي بتكون بالروح وبتكون بالنفس يعني، فا اوقات لتلتئم بدها فتره طويله، بدها طريقه علاج معينه. هلا مثل كيف اذا واحد عمل حادث لا سمح الله وصار في جروح او كسور معينه ممكن تزيد اكثر بطريقه حمل غلط او هيك، كمان نفس الشيء الجروح النفسيه والالام النفسيه اذا نحن ما عرفنا نعالجها بجوز تصير مزمنه بسبب جهلنا فيها. فكل ما كنا ابكر واوعى بانه نحن نعرف شو الاشياء اللي صايره مع الاطفال ممكن انه نحن نتجاوزها. وكمان الطفل ما بيدرك الواقع اللي هو فيه، يعني ما بيدرك الاشياء اللي عم تصير فيه اللي هي اكبر من عمره، اكبر من فهمه، اكبر من ادراكه. فنحن فينا نفهمه بطريقه بسيطه انه هي فتره وبتعدي، او انه صار معنا هذا الظرف وخلص مرق، وانت قوي وانت بتقدر تتجاوز هي القصه. فنحن طريقه تعاملنا مع اي مرض او عرض نفسي هو اللي بيحدد مستقبل هذا الطفل فيما بعد. نعم. يعني مثل ما ذكرت نور، الكبير بيتاثر كيف الصغير. دائما يمكن الاهل بالبيت هن مثل ما بيقولوا محرك للطفل، ممكن هن يحكوا معه كلام يزيدوا الخوف عندهم، ممكن لا يقللوا. احيانا حديثهم اللا ارادي، يعني بيكون الام والاب عم يحكوا شيء والولد موجود انه ما بيصير نحكي قدامه هذا الموضوع. مثلا اليوم نزلت خلينا نقول قذيفه هون، شفت هالولاد يلي ماتوا، الولد لحاله بيصير عنده ردات فعل. قد المهم ايضا الاهل، وعي الاهل لهذا الموضوع. هلا كمان الاهل اوقات هن بيكونوا عايشين بظروف غير امنه، يعني غير امنه وغير ايجابيه يعني. فهون حتى اذا شاف هلا دائما الامان بالنسبه للطفل هو الام والاب، فلما بيلاقي الام والاب هن اصلا فاقدين الامان وفاقدين السيطره على زمانهم ومكانهم ووجودهم ومكان وجودهم، فهو اصلا بيصير عنده مثل قلق، مثلا بيصير عنده حالات واعراض نفسيه بتخليه هو يعني ما عاد يعرف يتصرف، بيصير اوقات عنيد، يعني بيكونوا الاهل اصلا متوترين، بيصير عنيد هو، بيصير مهمل، لا مبالي. فهي كل الاشياء كلها هي تبعات نفسيته السيئه. فانا لا، بدال ما اني انا لازم اتفهم انه هي من اعراض القلق واعراض يعني الازمات يلي بتصير معه النفسيه او طلعه من مكان لمكان. هلا هو بتخلق عنده لهذا الطفل مرونه، لانه هو بيوعى على اهل مثلا طلعوا من مكان لمكان، هربوا من قرنه لقرنه، ساووا هيك، عملوا هيك، اكلوا شو ما كان، ساووا شو ما كان. فهون بيصير عنده هو باللاوعي بيصير فيه مرونه بتحمل اي ظرف، يعني ممكن يكون انسان ناجح فيما بعد. نحن شفنا كثير ناس مروا بظروف صعبه كثير، مثل اوبرا وينفري مثلا، مرت بظروف حتى هي تعرضت لاغتصاب وكذا وطفولتها وهيك، فهي بالعكس صارت انسانه واعيه بذاتها، واعيه بجسدها، واعيه بروحها، واعيه بالناس اللي حواليها. فدائما الظروف الصعبه يا بتجي نحن اذا عرفنا نتعامل معها بايجابيه بتخلق ناس اقوياء، مثل ما بيقولوا الضربه اللي ما بتكسرك بتقوي، او بتخلي الانسان هش جدا لدرجه انه باي ظرف ممكن ينهار تماما، بصير معه مثل الاحتراق النفسي. يعني يمكن قلتي نقطه كثير مهمه، طريقه التعامل، يعني طريقه التعامل مع الطفل
خلال مثلا يكون في عنده حاله نفسيه معينه او اضطراب نفسي من ظروف عاشه. بس المشكله احيانا الاهالي بيكونوا عم يعانوا من هذا الاضطراب النفسي، لانه في ظروف صعبه واستثنائيه مرت على الكل، فبتلاقي ممكن هيدا الاهل يعني اذا فاقد عزيزه عليه، الام الاب عنده مشكله، فبدايه التفريق عم يكون بالولد بطريقه غير صحيحه، يعني طريقه نفسيه صعبه، هون بتكون في مشكله كبيره بمعالجتها. بيكون هو اصلا هش نفسيا لدرجه انه ما بيتحمل، يعني حتى الاهل بيكونوا ما قدرانين يتحملوا، فهن بعدم وعيهم. يعني بدنا نحن نكون واعيين ونحب حالنا، وباخر النهار نشوف انه شو الشغلات اللي كان فينا نساويها بطريقه افضل وما سويناها مع اطفالنا. ممكن نرفزنا عليهم، عصبنا، بلشنا نهارنا بنعيط او نساوي اي تصرف بسبب الضغوطات النفسيه اللي صارت معنا. فلا، هون كل ما كنا واعيين بذاتنا ومسؤوليتنا وعيانين بتصرفاتنا، يعني اذا راقبنا حالنا بكاميرا فنحن بنقدر، كاميرا نفسيه يعني عم بحكي عنها، انه عن جد بنقدر نطلع ونتجاوز هي القصص بكثير ايجابيه وكثير حاله نفسيه جيده ان شاء الله. يعني باخر النهار مثل ما قلت، واول النهار انه ننوي هذا الشيء، وباخر النهار انه نراجع الفيلم تبعنا شو سوينا بنهار. كثير الناس يمكن سالي عم تتابعك عم تقول هذا الحكي يمكن سهل، بس والله ضروري. عرفت يعني في ناس بتقول لك فوق، يعني في عندنا حصار اقتصادي ومعيشه صعبه واثار نفسيه، كيف بدك يعني في بايجابيه ونعم؟ يعني بدنا تطبيق نوعا ما عملي اكثر. الحب هو اللي بيخلق عنا التغيير، يعني حبي لابني او حبي لطفلي او حبي لزوجي لعائلتي هو اللي بيخليني انا اخلق حالي، يخلي هالحافز الداخلي جواتي اني انا فيه مبسوطه وبلش اطبخ واعمل وساوي واحب واحتضن واستوعب. بالذات في مراحل دراسيه ضروري انه نحن كمان نكون معهم داعمين. يعني تماما، يعني مثل ما بنعرف الحروب كانت قاسيه، وخاصه الارهاب اللي تعرض له بلدنا، كثير من العوائل تهجروا غصبا عنهم من بيوتهم، يعني الارهاب ما خلى شيء ما دمره. من الناحيه الاجتماعيه شو تاثير العائلات والاطفال ايضا اللي تهجروا من بيوتهم وقسرا؟ يعني هلا في الاطفال اللي تعرضوا مثلا لتحرش، اغتصاب، زواج مبكر، بنات زواج القاصرات، فهي كلها هي القصص هي دائما نتيجه للحروب والازمات، دائما هي شغله طبيعيه بالحروب والازمات. فنحن بدنا نحاول بوعينا انه مثلا زواج القاصرات، نحن ما بنحاول انه نكون زواج قاصرات لو شو ما كان، بنتنا بضمان امن معنا اكثر ما انه نحن نزوجها زواج طفله، يعني وتعاني الامرين اكثر. لانه كثير انا شفت حالات، يعني صدقا حتى بيعجز، يعني انا كشخص يعني واعي بيعجز دماغي انه يلاقي حل لهي الانسانه مثلا، من كثر ما بيكون يعني عن جد انه هي لازم انت طلعي حالك من هي الظرف، اتعلمي، اعملي اي شيء، ساوي. يعني دائما حتى لو تزوجتي زواج قاصرات، يعني حتى اللي عم يسمعونا هلا، تزوجتي زواج قاصرات درسي، تعلمي، اعملي اي شيء، امسكي كتاب، حاولي توعي حالك انت بمكانك اللي انت فيكي. يعني هلا ما في بكبسه زر فينا ننزل كتاب، بكبسه زر فينا نشوف فيديو يعلمنا يوعينا يشوف. يعني انا يعني للكل يلي قدران انه يقدر يعلم حاله او يطور حاله، شوفي ناس واعيين، تعلمي من ناس واعيين، تعلمي من نساء واعيات، يعني شوفي اللي حواليك الناس الايجابيين وتعلمي منهم. شغله ثانيه مثلا اللي تعرض لها، نحن بنحاول انه ما يصير في قصص تحرش وكذا والابتعاد وكذا، بس في اماكن ما في الواحد ابدا يضمن هي القصص، بالذات الناس تعبانه وكذا وهيك، فبيكون يعني ما في ضوابط اصلا. المهم المكان، السقف الامن يعني، فبيصير هي القصص. فنحن هون لازم نوعي الطفل انه هو يحافظ على جسده، انه هو يحمي حاله، انه هو ما يسمع. حتى بالاوقات العاديه، باوقات السلام، لازم نحن كمان نعلم الاولاد انه ما بيصير انه حدا يتصرف معك بطريقه معينه او يلمسك بطريقه معينه. صحيح. او يحكي معك. صحيح. بطريقه معينه، او مثلا اوقات في ناس على سبيل المزاح بيتنمروا، يعني نحن لازم نوقفهم عند حدنا سواء كبار او صغار. عم نحكي عن جد، لانه التنمر صاير في ناس ما بتقدر، يعني ما بتعرف انه في حدود للاشخاص بالتعامل مع الاشخاص. لما الناس ما بتعرف حدودها، ودائما هي حريتك تقف عند حريه الاخر، هي الحدود. وعم نشوف حاله التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، او حتى ممكن العائله تتنمر على الطفل من خلال فيديو بتنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انه هي عم من نوع من باب المزاح. تماما. قديش بياثر نفسيا على الطفل. تماما. يعني بشكل كتير كبير. بس خلينا نحكي، ممكن في كتير من الناس خلال الحرب مثلا قديش أنا فيني أتعامل مع الطفل اللي فقد عزيز، يعني الطفل مثلا، في ناس نحن عم نحكي الأطفال اللي ضمن عائلاتهم مع أبوهم وأمهم، بس في كتير من الأطفال يمكن فقدت أمه أو أبوه، قديش هيدا المجتمع اللي حواليه فيه يتعامل معه ليحاول يطلعه من هاي الحالة النفسية. بيروح على المدرسة بيشوف مثلا ورفقاته معهم أهليهم، هون قديش فينا كمان يعني نحن نكون عنصر إيجابي، مو تماماً. بس الطفل كل المحيط لازم يسعى
بس على يكون بحاله نفسيه تمام. هلا فقد عزيز كثير في فراغ نفسي كثير كبير حيكون بحياه الطفل، ويمكن ما حيقدر يعوضه حدا قد ما يكون شخص حنون جدا جدا من الافراد العائله، ممكن عمه عم خال خاله، يعني ممكن هدول اذا ما احتضنوه هذا الشخص وتفهموه واستوعبوه انت ابننا وابنه، والتركيز على فكره انه انت ابننا، انت لو انه توفوا مثلا امك او ابوك او كذا، بس انت ابننا، انت مثلك مثلنا، انا بقيم من اولادي وباخذ. هي الكلمات كثير لها اثر ساحر على فكره، يعني وفي ناس كثير ربون يعني حتى وقت ما في حروب وازمات ربتهم مثلا خالتهم مرت ابوهم وكذا، بيقولوا نحن ما بننسى حنيتها، ما بننسى عمتنا وقت ربتنا او خالتنا او كذا. فدائما كل ما كان الانسان ايجابي وواعي وعن جد في ضمير انساني داخله بالتعامل مع هدول الاطفال، لانه الطفل مو ذنبه انه اجى على هاي الكره الارضيه هيك. صحيح، يعني نحن لازم نكون واعيين انه نحن يا يعني نكون قد المسؤوليه وعن جد منشغل ضميرنا وانسانيتنا ووعينا وهي تجربه، يعني اي انسان بمر هيك ظرف هي تجربه لانسانيتك، فانت تكون مسؤول وفوت بالتجربه عن جد وتحملها بحب، لانه كل شيء بنعمله بالحياه بحب عن جد بيرجع لنا اضعف، يعني انت بذره وعم تزرعها وتدير بالك عليها هي البذره، فكل ما اعطيتها اكثر واهتميت فيها اكثر رح تعطيك اكثر، وكل ما نبتها وهيك حيصير حتى هو بذرة سيئة بالمجتمع، يعني هذا الشخص حيكون حامل أحقاد وكره وأشياء سلبية وحقد على مجتمع ما احتواه وكذا وهيك، فهو بيصير عنده مثلا إجرام، تصرفات سلبية، سرقة وهيك شغلات، مشان هو يوعي الناس أنه أنا موجود يا عالم، أنا وقت اللي انهملت بطفولتي يا عالم أنا موجود، بشري بخيري أنا موجود. فليش ما منخلي هاي البذرة خير ومنقول هذا الإنسان موجود بخيره وقدران يعمل شغلات كتير عظيمة وقدران يتجاوز ويساعد حتى الأشخاص، يعني بجوز بيقول أكثر حدا قادر على أنه يساعد مدمنين المخدرات هو مدمن المخدرات نفسه، لأنه هو عاش التجربة. أكثر حدا بتقدر تساعد زواج القاصرات هي اللي تزوجت قاصر وقدرت تطلع منها، وكثير بنشوف نماذج بتطلع للعالمية لما هي بتطلع قصتها بتكون كثير قصتها كبيرة فبتطلع للعالمية فبتصير هي إنسانة واعية مع أنه بتكون هي صغيرة كثير. وأنا كثير شفت نماذج كثير حلوة من دول كثير متعددة أنه عم تطلع تحكي تجربتها وتساعد النساء أنه ما توقع بهي التجربة بطريقة كثير واعية وجميلة. يعني أوقات الألم هو بوابتنا للنور الداخلي جواتنا، رحم الألم يولد الإبداع أكيد. تماما صحيح، ودائما الإنسان الأقدر على شرح الحالة هو صاحب تماما يلي خايض التجربة، هو الأقدر على وصفها، الأقدر تمام. على شرحها بتفصيل، ويكون يمكن مثل ما ذكرتي مركز لأنه ينشر الوعي بين اللي مثله يعني تمام. خلينا نحكي أيضا عن الحقوق يلي انحرم منها الطفل، وبدنا نصائح أخيرة منك لكل يلي عم يتابعنا. تمام، هلا أوقات حق التعليم، حق الوجود بحضن آمن، يعني أنه أم أو أب أو سقف، يعني حتى في ناس هلأ سقف ما عندها، يعني أنه هذا لازم نحس بالعالم، مثلا ناس اللي عندهم مثلا ملابس زيادة بأول الشتوية، في ناس ما معها ثياب، نحن بنقيم هدول الثياب وبننزل بدون لا على التعيين، لا بنستنى جمعيات ولا بنستنى شيء، انا بعرف عالم ما روح انزل واعطيهم، عندي احذيه ما تبع السنه الماضيه يمكن انا ما لبستها السنه الماضيه او شيء انا ممكن اشتريته انا حبيت اني اشتري، بشتري قطعه ثانيه اذا بقدر، بشتري قطعه ثانيه وثالثه ورابعه. عن جد نحس بالعالم، لانه كل ما زاد احساسنا بالمسؤوليه تجاه نفسنا وتجاه الاخرين بنكون ناس عن جد انجح بالحياه، وكل ما الانسان عنده ما كان في مسؤوليه وما بيحس بالعالم، كل ما كان هو من جوا عنده خلل نفسي. صحيح، فانت بتشوف قد ايه انت قيمه انسانيتك ووعيك، قد ايه انت بتحس بالعالم وبتقدر الناس اللي عندها الم داخلي وبتقدر تحسيهم وتساعدهم حتى بدون ما حدا يدرى، يعني ممكن اشتريت اكل تروح تشتري لناس بتعرفهم انه ناس بمكان ثاني او كذا انه ما اكلوا ما شربوا، نسكب للناس اللي حوالينا، نطعمي حتى اي حدا، يعني كل ما كنا ايجابيين عن جد هذا مقياس نحن دورنا كبلد فيها ازمه وكثير شغلات سلبيه، نحن انه نكون نحن النور اللي نحن عم نضوي للناس، ونحن الشيء الخير اللي عم نضوي للناس، مشان كل ما الناس تشوف الخير تقول عن جد في خير، وهو كل ما الناس تحدثت بالخير بيكتر هذا الخير، وكل ما الناس كانت ايجابيه وتحملت مسؤوليه عن جد في شيء جواتها حيضوي. يمكن هي من عادات وتقاليد اهالي سوريا هو الشعور بالاخر وفعل الخير مننا نحن وصغار وعينا عليه. بالختام بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا، وان شاء الله يا رب هيك يديم الخير والصحه لكل الناس، ومثل ما قلت يمكن التعامل بحب والشعور بالآخر هو أجمل شعور ليعطي طاقة إيجابية لكل الناس. شكرا كثير لك، تسلمي لي، أهلا وسهلا فيك، بدنا نشكر وجودك معنا، نشكر نصائح اللي قدمتيها، إن شاء الله يعم الأمن والأمان كل بيوت السوريين وخاصة بعد حرب قوية على سوريا والحرب الاقتصادية اللي ما زلنا عم نعاني منها.